انا معايا توأم ما شاء الله، يعني مطلعين عيني مش بيسمعوا الكلام خالص. معايا منهم واحد يعني بالذات عنيد جدا، عنده 2 سنين، عنيد جدا يا دكتورة. ايوه، هو اللي عمال عندهم يشد في مشكلة في النطق. هو اللي عمال يشد. للأسف. مش للأسف، انا هقول لك حاجة جميلة جدا دلوقتي. معلش، هو عندهم مشكلة في النطق، يعني صعوبة في النطق جامد جامدة جدا، يعني يا دوب بابا وماما بس. 2 سنين. سنتين. تمام. مش عارفة بطلهم البامبرز خالص. طيب وعين لا عندي عندي يعني ملك عندي قوي. طيب اسمعيني اسمعيني، انا هقول لك على حاجه جميله جدا خاصه بيهم. الاول انا هدعي لك، اسمعين، اولا انا هدعي لك ربنا يبارك لك في اولادك ويجعلهم صالحين يا رب، اللهم امين، واجعلهم من حمل الكتاب الله، وامشي على النهج ده، حفظي قران وسلوكيات وتابعي. شوفي جميل، افرح انا بالام جدا اللي تبقى واعيه وفاهمه وتقول لك ابني عنده المشكله الفلانيه، ابن لكن ام مش عارفه حاجه، دي في البطيخ خالص، دي عايزه اعاده تاهيل هي ذات نفسها. انا كفايه عليا الاكل والبيت وبعمل، فين تفقدك وعينك لاولادك، ايه اللي ناقص عنده، ايه اللي كذا. فانا بحييك يا مؤنس، وادعو الله سبحانه وتعالى يعني يلهمك يا رب العلم والامانه والفهم، ويساعدك بملائكه من عنده، ملائكه الارض والسماء، اللهم امين. قولي امين. طيب بالنسبه لي موضوع التلعثم، انا عندي حلقتين، التلعثم والحفاضات. التلعثم احنا قلنا فيه اللي مش بس بيتكلم او بيتكلم بطيء او بيكرر الكلمه او لسه ما اتكلمش. الاولاد اللي في السن ده، في سنك خصوصا، مع وسائل التواصل والاب والام معظم الوقت، بدل ما كان في حواديت وبعد ما كان في كلام وحوارات وعيال رايحه وعيال جايه وكلام كلام كلام كلام، بقى حاجتين، يا اما قاعد قدام التلفزيون على قناه الاطفال، يا اما الاب والام بتاع مشغول حتى ولو وقت قليل وانت مخليه بالك ومش عارفه ايه والكلام ده، بس شايف اللي حواليه كله، فما فيش حوارات، ما بيسمعش كتير. لا احنا عايزينه يسمع حوارات، احنا عايزين يسمع كلام، واعمل معاهم جلسه كل يوم. الصغيرين دول، الكبير العنادي ده مش عنادي، ده شخصيه جميله جدا جدا، وتبقى عندها عزيمه واراده لتحقيق الاهداف. بعد كده نختار ليه اسمي عنادي ده، يعني يقول لك كده تقول انت تقوله كده، يقول لك العكس. طب دوت انت عايزني اعمل اللي انت عايزه، تعالى اما نشوف كده. طب مش انا عملت بقى بتاعك، تعالى اعمل بتاعي. خليكي ناصحه وارجعي حلقه العند والتمرد بتاعه الاطفال، ان شاء الله ما يوصلش التمرد ولا كلام، لكن ارجع للحلقه دي. تاني حاجه، اعملي معاهم محادثه، خليهم يتكلموا، احكي لهم قصه وخليهم يتكلموا، هم يحكي القصه وبعدين اصور القصه وبعدين افرجها لهم مثلا على مجسم، وبعدين نعملها بالطين الصلصال وبعدين نرسمها ونلونها، ويحكوا الكلام ده. هيلقطوا كم من القصه؟ 5 كلمات. حلو، مش كان صفر دلوقتي. القصه اللي بعديها 10 كلمات، الف نهار مبروك، يلا اللي بعده، وهكذا. لكن تفضلي التربيه ايه؟ التربيه صبر يا نساء، التربيه صبر. فارجو الله سبحانه وتعالى وادعو الله ان هو يلهمكم الصبر على هذا الامر. واحييكي تاني يا ام انس، ربنا يبارك فيكي.